أهلا وسهلا. الاسم رشا. رشا فاروق نصار. فاروق نصار. بيقربك الملك فاروق؟ شو خاص؟ يا ريت. خدي نفس كده. اهدي. واضح ان صوت بيترعش. خايفه اكيد. خبروني انه انت بتحب اللجنه. مظبوط بالضبط. لا طب بتحبي مين بقى في اللجنه؟ لا معلش. البصه دي هنا. زياد. مين؟ وين؟ شكرا يا استاذ زياد. انا مش عارفه يعني اعمل لك ايه بعد كده. اعمل لك ايه؟ انا هيك اتفاجأت يعني. كل اللي يدخل يحب زياد كده صعب قوي. وين؟ ليه خلتني أحبك؟ لا تلومني ولا عاتبك، فين أهرب من حبك؟ روح منك لله. شوف الغزل. بدموع الحيرانة وعيوني السهرانة بدعي لك بأمانة، روح منك لله. مصيرك؟ ايوه بإيدي. قوم. خلاص يا تفضل تفضل تفضل. بس شكلي مش لايق. شكلنا وحش جدا يا عبد الله. خطبة. شكلنا وحش جدا كده. بسوبر ستار والله معك ونظهره من هون. ايوه انت كمان. انا خفك لبي. تعال لا حطني هون بالشمال كمان. منيح؟ ماشي. يلا هيك بوزي. ايوه كمان. شو كمان؟ ما زقفونا ولا؟ اهو. مبروك زياد. بس الياس اكيد كانت له الرقصه الاولى. بالص لازم الملك. خليك بالص. لا 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 كده. Thank you. Thank you. See you in Egypt. أهلا وسهلا. ابن عمي كيفك؟ تمام. تمام. شو اسمك؟ سالم. سالم فاروق. سالم خيل رشا أنت؟ أيوة. ابن عمي يعني. بعده سالم ما فهمين شيء. بس بحب خبرك أنت من مصر كمان مش هيك؟ وساكن بالكويت. أكيد خيل رشا نفس العائلة. بس بحب خبرك بالخبر السعيد اللي صار قبل شوي بغيابك. ما استأذنك وما استأذننا الأهل. أنا طلبت إيدها لرشا. هي وافقت ولا لا؟ هي وافقت. ده ناولها. أوكي. فا بلش حضروا هلا أنتوا المسائل هون الحلويات والحلويات. أنا اليوم بعد دور جاي لعندك. أوكي. طيب. متقلقش ضمناه لكم يعني متقلقش خالص. أوكي سالم ما عنده مشكلة مع زياد. بس سالم عنده موهبة ليشارك مع اللجنة. معك السيد مكاوي مقطع الليل بتمو. يلا تفضل. الليل بتمو قاسي ويا ويلي من ساعته والصبر لسه ساكت ويا ويلي من سكاته. عنده أشياء حلوة في صوته بعض العرب كذي يقولها بشكل غريب. بس طبعا يبي له اكثر تمرين يبي له شغل انا شايف. ويمكن يكون عنده موهبه ثانيه يعني غير الغناء. عندك شيء ثاني غير الغناء انت تسوي؟ يعني انا ممكن بحب التقليد. والله خلي ورينا كذي شيء تقلد يعني. يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمه هواك مايله. يا مجنون مش انا ليلى ولا بنسمه هواك مايلة. عايزنا اقول بحبك ليه؟ بحبك بس مش قايلة. يا يا مجنون كل ما قرب لي بعض كل ما يزيد يشتيا وكل ما يحب كل ما نخاف من الفراق ما بليش نتعود كده على بعض. برافو برافو كتير حلو. بشرفك بعد واحدة. انا رجعة يا حبيبي يا هاب بقول لك
لا كذا كفاوة هوايا حبيبي مهما كنت بغي كفاية في بعض الحاجة. انت عندك خفة ذل طيوب طبيعية طيوب. ارجوك انه تعمل هالمهنة جيد وتغني، يعني بتعمل مهنة بتغني، ممكن تكون غني ممتاز او تغني وسط، وتعمل وصلة من التقليد، ساعتها بتأمن مهنة لك تكون غريبة شوي مع صوت حلو مختلف خط لوحده يعني. ونحن تشرفنا بحضرتك أستاذ. نتعرف على مؤيد. أنا مؤيد صبحي عبد صالح، بعزف على الكمانجة وعمري 12 سنة. مؤيد صبي موهوب وابن عائلة موسيقية عريقة بالأردن، موهبته ورثة عن بيه وجده. والله أنا فخور بمؤيد، أول شيء كونه ابني، وفخور فيه أكتر كونه بين عنده فن يعني. يا ترى في قتلتي من حلل؟ وحياته موسيقى، ما بيأكل، ما بيشرب، ما بينام، بس بيعزف. وبيعزف. اللي عندك ايه هذا الشيء اللي انت عم تعزف لنا اياه قدامنا هلا، هذا موهبه من عند الله. مؤيد الان دخل على اللجنه، اللحظه هاي تعتبر حاسمه، فيها توتر، فيها نوع من الخوف. اكيد يا باباك يا مامتك، حد في عندكم موسيقي؟ والله انا الوالد اللي علمني. الوالد الوالد أكيد. عازف كمان في فرقه الاذاعه والتلفزيون. هذا الوالد والله. اهلا وسهلا. اكيد إدارة البرنامج بكرة رح تشوفك من خلال البرنامج، إنه رح هالإطلالة رح تبين معنا بالبرنامج، وإن شاء الله يستضيفوك بشي حلقة من حلقات الفينال يعني من حلقات النهائي، وتجي هيك تعزف للجمهور لأنه بكون في جمهور كبير بالمسرح، أكيد رح يستمتعوا فيك الناس يعني. فارس صبايا عم بيقولوا رامي عياش، عم بيقولوا فارس كرم، بس رامي عياش اللي بعياش وعم رامي عياش. الفكرة هي صديقتي من زمان، سوبر ستار يعني اعتبرته حلمي، وإن شاء الله راح يكون حلمي، لأنه كتير كتير عم بحسه أنه عم بدور على المميزات اللي فيه، لأنه سوبر ستار، لأنه عنوان بمعنى الكلمة. أهلين، شو الاسم حبيبي؟ اسمي مروان حكيم. أهلين. 18 سنة، جيت لعندكم كرمال لغني، كرمال افتح باب النجوم يعني. هلا وسهلا بايدكم يعني حبيبي. رح نغني شي لملح البركات هلا. نزل مازا يا صديقي. اوكي حبيبي. يا مداوي قولوا بعطشانا اروي العطشانين. مرسي مروان. شكرا شكرا. ما مشي الحال حبيبي. إذا إن شاء الله تمرن أكتر وتحفظ أكتر. بس تمرنت كثير. بس التمرين ما كانش كافي ولا سمعت؟ أنت سمعت؟ لا ما سمعتش. لا ما سمعت. أوكي ثانك يو لك حبيبي. برافو. أهلين.